باختصار حنتكلم اليوم فيه عن أمر مهم للمجتمعات، خصوصا إذا تم القيام فيه بالشكل المطلوب. حنتكلم عن شيء بدنا نسمع عنه بكثرة الفترة هذه، عن المسؤولية الاجتماعية، وهو ما يعرفه البعض بأنه واجب قيمي مجتمعي للكيان، سواء كان فرد أو مؤسسة أو شركة تجاه مجتمعه. يا ترى هذه الكيانات بتقوم بواجبها بالشكل المطلوب أو لا؟ حنتعرف على هذا مع الضيف، ولكن بعد ما نشوف علاء إيش سوى مع الناس في فقرة مع علاء. أنا بسألك سؤال، وش هي المسؤولية الاجتماعية؟ والله يعني كيف أقول لك، هي بشكل عام أنك تكون قدوة حسنة في المجتمع، تحاول يعني تدي رسالة جيدة، يعني تبين تربية أهلك فيك بصورة جيدة مثلا، تحاول يعني توصل رسالة للمجتمع أنه لازم نتطور لأحسن، و يعني التربية والأخلاق كلها تكون تمام معانا. في نظر أنها واجبات ممكن تكون علي أنا كشاب أقدر أني أسويها يعني في خدمة المجتمع. طيب إيش يعني مسؤولية اجتماعية؟ يعني شيء يتعلق بالمجتمع على النحو الخاص والنحو العام. يعني مثال؟ يعني تربية الأسرة. إيش يعني؟ يعني هو فكرة الشخص يكون يعني دائما في طابع أنه أول شيء تقديم عمل الخير، هذا أنا أتوقع أنه من أهم الأشياء. ثاني شيء ما يكون بس يفكر في شخصه، يفكر في المجتمع بصفة عامة، أهله عياله جيرانه. لمن فاتته الحلقة يمكنه مشاهدتها على تابع.